متعب هو الورق الذي لا يضيء أقبية الخفايا، لا ينتمي للصحب والعشب الذي لا يرتوي إلا بطعمك. يا عصير النب من خليط الدهشة الأولى واحتراف الأغنيات. التوقيع مصطفى سيد أحمد. أحمد فنان ملأ السودان وشغل الناس، صوت تعلمنا من خلاله كيف نرى بالسمع ونسمع بالقلب. الحديث عن تجربة مصطفى أو ظاهرة مصطفى سيد أحمد الغنائية، والحديث عن تجربة معايشتنا أو عيشتنا مع مصطفى حديث ذو شجون، ولابد لنا أن نحكي عنها وأن نملك الناس أشياء كثيرة قد تكون غائبة عليهم من خلال وسائل التوصيل والتواصل. ولابد لروائعه الخالدة أن تكون مستمرة للأجيال القادمة. التقيت بمصطفى في الدوحة وسكننا مع بعض، لكن قبل كده كنت بعرف مصطفى من الصبا وأنا في عربجي، لأن هو كان الفنان بتاع المنطقة وبين عربج وسلفاب في 12 كيلو يعني. بالإضافة لذلك مصطفى كان أصلا درس المرحلة الابتدائية في أربية، فلما التقينا في الدوحة ما كان في انقطاع، لكن كان في تواصل من خلال أنا متابع لتجربته وبستمع لأغانيه. اتوسقت المسألة أكثر بالمجيه للدوحة والقضاء فيها حوالي 3 سنين. مصطفى الإنسان ومصطفى الفنان الاثنين بتشابهوا لدرجة التطابق، يعني مصطفى تماما كشخصية وكسلوك حياة بيشبه غناه، وغناه بيشبهه. بتذكر في الصدد ده مرة سألوا أخونا دكتور مزعود وقال لي مصطفى انت السر هناك الطاعم ده شنو؟ فقام مصطفى قال له انا بغني اول حاجة عشان افيش روحي. عارف للمرح في